من أجمل الروايات، ذات نوعية جديدة لدى دوستويفسكي، رواية الليالي البيضاء. هي مختلفة عن الجريمة والعقاب ورسائل من تحت الأرض وذكريات من بيت الأموات وغيرها. والإخوة كارامازوف، هي الليالي البيضاء هي قصة، هي رواية عاطفية، رواية حب تقارب رواية أنا كارينينا، وتماثلها في خيبة الأمل. في رواية أنا كارينينا، المرأة خاب أملها، وهنا أيضا في الليالي البيضاء، أيضا الراوي خاب أمله، ولكنه يرسم مراحل نفسية عن هذه الخيبة، مراحل مؤلمة رغم أنه يتكلم عنها بفرح وحب. عاش حالة حب يائس، وأثبت هذه القصة أن أي لقاء لا يستطيع أن يتحول إلى حالة حب. قارن دوستويفسكي بين حالة الحب التي عاشها الراوي في لقائه، وحالة الحب الدائمة التي عاشتها مع خطيبها، رغم أن خطيبها كان تركها، وأساسا عندما تعرفا كان الخطوة الأولى من ناحيتها هي صوب خطيبها. وهذا الحب مع خطيبها رغم أنه كان قصيرا، إلا أنه كان أقوى بكثير من حالة الحب مع الراوي. في أوضاع كثيرة وفي ظروف كثيرة لا يستطيع الحب أن يتحول إلى حب حقيقي. بالكاد الصداقة وربما تنتهي، ولا تستطيع أن تتحول من صداقة إلى حب إلا من طرف واحد، من طرف الراوي كما رأينا. القصة هي التالية: يرى الراوي يعيش في عزلة في شقة صغيرة، وكل أهالي بيترسبورغ حيث يعيش قد ذهبوا إلى الريف، فصادق البيوت التي كانت تبنى ورافق بنيانها، وصار هناك مناجاة وتخاطب بينه وبين البيوت، كأن البيوت تقول: انظر ماذا يفعلون بي، إنهم يطلونني باللون الأزرق أو الأحمر. وفي خلال مشواره اليومي يتصادق مع رجل عجوز، ويتصادق إذن مع البنايات، ويلمح لاحقا فتاة تبكي على حائط الجسر، فيهف قلبه لها، و
يريد أن يكلمها، فيجد رجلا عجوزا يلحقها ويطاردها ويضايقها، فيهرع الراوي لكي يخلصها منه، وتنشب عواطف جديدة وصداقة، فيخبرها عن نفسه وتخبرها عن حكاياتها، وفي النهاية يخرج خالي الوفاض من أي من إلا من حب عذري وصداقة لا تدوم، لأنها تلتقي مجددا بخطيبها الذي تعرفت عليه في البناية، وثم هجرها لأنه قال إنه سوف يذهب ليعمل، وانقطعت أخبارها، وصارت تطلب من الراوي أن يكشف حقائق خطيبها، أي لماذا هو مبتعد عنها، وأن يرسل له رسائل ليرى أين هو عبر صديقة مشتركة للفتاة ناستينكا. وكل يوم تصبح تنتظره، يتحدثان بعاطفة، ولكن أول ما تقول له تسأله هل جئت برسالة منه ولماذا لا يرد علي وما إلى ذلك. أدخل في التفاصيل. أولا، الكاتب وهو الراوي أيضا نفسه يصف سماء بيترسبورغ بمشهد جميل، ويقول كان المنظر جميلا. وتساءل الكاتب دوستويفسكي هل يعقل أن يعيش تحت هذا الجمال الطبيعي أناس تملأ قلوبهم البغض؟ إذا من أول جملة هناك أقوال عميقة وأقوال عاطفية ووجدانية. والليالي البيضاء هي أساسا الليالي البيضاء، هي الليالي حيث النهار في بيترسبورغ يطول، وأشعة الشمس لا تغيب باكرا رغم أنها محتجبة بالغيوم. وأيضا الليالي البيضاء هي الليالي البريئة التي والسعيدة التي عاشها الكاتب. كان الراوي أي الكاتب ليس له أصدقاء، فعقد صداقة مع البيوت التي كانت تبنى وكأنها كانت تكلمه، وكان يراقب الناس ويعرفهم، ولكنه بالنسبة لهم كان غريبا، والجميع انتقل إلى الريف بعيدا عن سان بطرسبورغ. صادف أن رأى فتاة متكئة على جانب الجسر تراقب مياه النهر، فاسترعت انتباهه. هذه الفتاة استرعت انتباه الكاتب، ورآها تبكي، ثم راحت تمشي، فبدأ قلبه يخفق خفقان قلب عصفور سجين كما يقول. وأحد الأشخاص ركض وراءها وهي هربت منه، فجاء الراوي وخلصها منه وقال لها ناوليني يدك حتى لا يعود، وتأمل وجهها فكان حزينا، وقال لها إن يده ارتجفت لأنها لم تلمس امرأة من قبل ولا يعرف كيف يكلم النساء، وكان خجولا، فقالت له إن الخجل يجذب النساء عادة. إذا كان هذا مدخل الحديث، وهو كان في 26 من عمره، ويقول عن نفسه إنه ذات خبرة في الحياة، وقد روى في ليلة من الليالي قصته بكثير من الحكم. طلب منها أن تخبره لماذا هي حزينة،
وأرادت الذهاب، فأرادت الذهاب وقطع الحديث، فقال لها إنه سوف يأتي من جديد غدا، وقال إنه سوف يحلم بها بانتظار الغد، حتى في المساء سوف يحلم بها بانتظار الغد حيث سيلقاها. فوافقت على اللقاء في الغد على شرط أن لا يقع في حبها، فهي فقط تنشد الصداقة. إذا منذ البداية الطريق مقطوعة صوب الحب، ورجته أن يكون موضع ثقة ولا يخون، وهي تحتاج للصداقة والنصح وأن تفتح قلبه لأحد. وقالت له إنه نال ثقتها من اللحظة، ولكن لا لزوم لأن يحلل عواطفهم، لا لزوم لأن يحلل كل شخص منهما عواطفه ويتمادى في الكلام العاطفي ويذهب بعيدا في التحليل، في تحليل شخصية الآخر، فلا يظنن أنها هي تحبه. وسألها لماذا تريد أن تبوح له، فقالت إلى الغد. إذن كم مرة وكم واحد منا صادف نفس الموقف وحاول التقرب من شخص آخر، ولكن الشخص الآخر يعني كان يريد منه فقط أن يساعده، وأن يساعده لي حتى ليظفر بخطيبه أو بشخص آخر أحبه وغاب عنه. هل الحب أنانية إلى هذه الدرجة؟ ربما هذا ما يريد أيضا أن يقوله دوستويفسكي من سلسلة ما أراد قوله. وكم من شخص أيضا ارتبط ومع ذلك، ومع أنه عرف أن خطوته باتجاه أي فتاة لن تصل إلى أي مكان، ولكنه كان مختبطا في ذلك. والجملة الأخيرة في الرواية تشهد على هذا، على ما أقوله، ما أعنيه. قال رباه: هل تحتاج حياة إنسان إلى أكثر من هذا؟ وسوف نرى كل هذا الفرح الذي عاشه والذي لم يصل إلى مكان، والذي يرسم أيضا نفسية المرأة التي هي لغز أيضا. إذن في الليلة التالية قال لها إنه لم يقع له يوم أذكى من هذا اليوم، وهي شدت على يده وقالت له: هل عشت يومك؟ وقالت إن عليها أن يعود إلى البداية، فالبارحة تصرفت كطفلة ولديها تساؤلات مجددا عما يريد. وسألته عن تاريخ حياته، وقال لها: ليس لي تاريخ. وأخبرته عن جدتها التي تعيش معها وهي عمياء، وهي تربطها بدبوس كي لا تبتعد عنها ولا تخرج من البيت، وكلما أرادت الخروج انتزعت الدبوس برفق وخرجت. وقالت له إنها لا تشعر معه بالملل، وجلست مستمعة له لتسمع أقواله ولتحدثه عن جدتها. فقال عن جدتها إنها مخلوق غريب. فسألته، هذه كلمة لطيفة وغريبة، فما معنى قولك هذا؟ وكان هذا مدخلا للحديث المطول.
وسألها عن اسمها، فأجابت ناستينكا، وبدأ يخبرها عن نفسه كمن يقرأ في كتاب، وقال إن في بيترسبورغ شمس تسطع لكنها لا تدخل البيوت. هذه الحياة مزيج من صفاء رائع ومن إسفاف تافه ورخيص. وكان يسعد بمناداتها باسمها ناستينكا، وقال إن هناك حالمون يقبعون في زوايا البيوت ولهم شمسهم الخاصة كالسلاحف التي تحمل بيوتها معها، وهم يستقبلون أحباءهم ويودعوها دونهم بخجل وفرح واضطراب، ويعيشون في حلم الفرح وفي حلم فرح، وكأنهم يملكون الدنيا. ويخبر عن الفرح الذي كان يشعر به عندما كان أصدقاؤه يأتون إليه بالخطأ، ثم يرجعون ويتقصدون إعطاءه مثلا حجة لكي يعودوا إلى بيوتهم. وقال لها: كأنني أعرفك من سنين، وكأنهما قد التقيا بعد فراق طويل. فهو يبحث عنها من سنين، وقد كتب عليهما أن يلتقيا كما كان يقول الراوي والكاتب. وفي الليلة التالية تخبره عن قصتها، أنه سكن في قرب شقتها شاب وسيم، فالتقطه عدة مرات قبل أن يأتي إلى البيت ويسهر عندهم ويعطيهم الكتب ويعلمها الفرنسية، ثم يعزمهما إلى المسرح، فيقول: إن لدي بطاقات وكي لا تنفد، لأنني ابتعتها لأشخاص وهؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الذهاب، فلما لا تذهبون معي؟ فذهبت هي وجدتها إلى المسرح ليحضروا حلاق إشبيليا، وسمعوا أغاني مسرحية وعادوا، فتعلقت به الفتاة، ولكنه عاد وأخبرهم أنه يريد أن يسافر ليعمل. فناسينكا هي التي عندما ذهب ليوضب أغراضه هي لحقت به واحتضنته، فعرف ما بداخلها، عرف أنها تحبه ووقعت في حبه، فوعدها أنه إذا تحسنت أحواله سوف لن يتزوج غيرها، وذهب ولم يرسل أي رسالة إليها، وهي تعرف أنه عاد ولم يكلمها، يعني تعرف أنه عاد من خلال صديقة لها. يعني اللقاء هنا المرأة لغز كيف أن اللقاء كان قليلا وسريعا وتعلقت به، وعندما تتعلق المرأة بشخص فلا أحد يستطيع أن يأخذ هذا الحب منها، مهما ضحى أي شخص آخر من أجلها، كما ضحى مثلا الراوي، وهي تقول، وهي قالت له لقد وازنت، قالت للراوي: لقد وازنت بينكما في ذهني، لماذا هو ليس أنت؟ لماذا لا يشبهك؟ أي عن خطيبها، لماذا خطيبها لا يشبه الراوي؟
رغم أني أحبه أكثر منك. إذن تذكره أنها تحبه أكثر منه، فقال لها: أنت تحبينه أكثر مما تحبين نفسك، أكثر من أي شيء في الدنيا. هذه نفسية المرأة عندما تحب. فقالت له: لماذا لا نكون ثلاثتنا إخوة معا؟ لماذا يحتفظ أحدنا بسر في قلبه؟ هذه من حكم دوستويفسكي، وهذه نظرة وجدانية إلى العالم. نقول ننظر إلى البيوت فنجدها مقفلة على أسرارها، ولا أحد يريد أن يشرح مشاكله للآخر وحياته الخاصة. فيتساءل هنا دوستويفسكي: لماذا هذا السر؟ وهو أن كل شخص يريد أن يحتفظ بسره لنفسه. إن الناس يبدون، وتكمل ناستينكا، إن الناس يبدون أقسى بكثير مما هم قساة في الواقع، ويتخيلون أنهم يخفضون من قيمة نفسهم حين يعبرون عن مكنونات قلبهم. وقالت له: أنت الآن تضحي بنفسك من أجلي، ولكني أريد أن أنصحك شيئا، أن لا تتوهم أشياء كثيرة معي، وأريد أن أفصح لك عن تقديري وشكري لك. وتمنت ناستينكا له السعادة. هذا أيضا دليل أن البعد في العاطفة، أي إن شاء الله تكون سعيد مع شخص آخر غيري. فتمنت له السعادة، وأن لا يكون الشخص الحالم الذي وصفه لها. وصف كيف يكون الشخص الحالم وهو تعيس، وكما أسلفت. وكان يتودعان كل يوم، وتقول له: سوف نلتقي لأننا سنظل معا حتى لو كان الطقس ممطر. وفي اليوم الرابع، هم 4 ليالي، في اليوم الرابع، في الليلة الرابعة، كانت متكئة على الجسر، وعندما وصل إليها بادرته بالقول: أسرع، أجب، أين الرسالة؟ هنا ذكرت أنه عرض عليها أن يذهب في إثره ويبحث عنه، فصارت تعتبره كمرسال، يأخذ الرسالة، ولكن في المرة الأولى لم يجب خطيبها، فسألته، ولاحقا سوف تسأم من ذلك وتقول: أنا لا أريد بعد الآن أي جواب منه. إذن في اليوم الرابع كانت متكئة على الجسر، وعندما وصل إليها الكاتب بادرته بالقول: أسرع، أجب، أين الرسالة؟ أهي معك؟ هل أوفد معك رسالة خطيبها؟ لم يكن قد حصل على الرسالة، فسحب لونها وجمدت. إذن هي لا تزال تحبه وتظهر من العواطف تجاه خطيبها أكثر من هذا الشخص الذي التقته صدفة. فالصدفة لا تصنع حبا عميقا. وقالت: فليفعل ما يشاء ما دام يهجرني هكذا. وعادت للبكاء، واتكأت على الجسر، وقالت له: لا تواسيني بعد الآن. في حين كان قلبه يتمزق حزنا عليها ولوما